وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، تحدث النائب محمد عيسى العباسي عضو مجلس النواب عضو لجنة الصداقة البحرينية الكورية عن أبرز مجريات الزيارة البرلمانية الرسمية إلى كوريا الجنوبية وما شهدته الاجتماعات الثنائية المشتركة. في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية جاءت هذه الزيارة برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب. كان يمكن من أهمها توقيع مذكرة التفاهم، واللي أكيد تعزز دور الدبلوماسية البرلمانية بين الأمانتين، في أمانة مجلس النواب في البحرين والأمانة أيضا في مجلس النواب الكوري. أيضا من ضمن برنامج هذه الزيارة كانت هناك اجتماعات للجنة الصداقة البحرينية الكورية، ولتفعيل كثير من الأمور في الجانب الاقتصادي والسياحي بين البلدين. واليوم أيضا تشرفنا بحضور جلسة افتتاحية للجمعية العمومية لمجلس النواب الكوري،